السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم راح نبلش بمادة السكند بالنسبة لمادة الفارماكوجنسي. درسنا في مادة الفيرست الثلاثة أنواع الأولى في الجلايكوسايد، درسنا السيمبل فينوليك كومباوند، درسنا التنين ودرسنا الكومارينز. راح نبلش اليوم في الجزء الرابع من الجلايكوسايد اللي هو الانثراكوينون. بالنسبة للأوكيرنس تبعه راح يكون هو عبارة عن 40 different anthraquinone derivative. مشتقات الانثراكوينون هي تقريبا 40 مشتق، 30 منها موجودة في عائلة الروبيسة وبعض منها موجود في عائلة الليجومينيسة اللي هي العائلة البقولية. فالمصدر الأساسي للمواد الانثراكوينون راح تكون ضمن عائلة الروبيسة. Anthraquinone occurred in the plant as derivative of anthraquinone or anthrone or axanthrone or anthranol. هي بعض المشتقات اللي موجودة ضمن البلانت. الانثراكوينون هو عبارة عن tricyclic structure having weak reducing properties. هي عبارة عن شكلها بيكون عبارة عن ثلاث حلقات تحتوي على weak reducing properties. خلينا نشوف نتعرف على شكل الانثراكوينون. هي بالنسبة للانثراكوينون هي عبارة عن ثلاثة حلقات من الواحد إلى تسعة. إذا عملنا لها reduction فراح تعطينا طبعا بوجود الـ HCl راح تعطينا الانثرون. هي شكل انثرون، وإذا عملنا له وإذا عملنا إذابة له ضمن الوسط قلوي راح يعطينا الانثرانول. وممكن إذا عملنا له أوكسيديشن بدل الريدكشن، إذا عملنا أوكسيديشن للأنثراكوينون راح يعطينا أوكسانثرون. فهي بعض المشتقات من الأنثراكوينون. بالنسبة للكشف عن الأنثراكوينون نكشف عنها عن طريق اختبار يسمى بورترانجرز تيست، اللي هي عبارة عن طريقة للكشف عن المواد التي تحتوي على الأنثراكوينون. منجيب باودر منعالجها مع الإيثر، نعملها فلتريشن. هذا الفلتريت بنعالجه مع ال NH3 او NaOH، فلازم يعطينا اللون بينك او ريد او فيوليت. فهذا الشيء بيعطينا انديكيشن انه في عندنا مواد انثراكوينون او مشتقاتها موجوده ضمن هاي البلانت او ضمن هاي الباودر. طبعا احنا بعد ما نطحن هاي النباتات او المستخلص على شكل باودر بنرجع بنعالجه بالايثر الفلتريشن، نعمله فلتريشن. الفلتريت بنعالجه بال NH3 او NaOH، لازم يعطينا لون بينك red أو violet. هاي الملخص له. If only glycoside are present، إذا كان عندنا فقط glycoside مش anthraquinone، نعمل له معالجة بال KOH أو 2NHCl رح يعطينا red color. رح نبلش بأول نوع من أنواع النباتات التي تحتوي على الأنثراكوينون اللي هي السنة ليف، اللي هي نباتات السنة أو أوراق السنة. بالنسبة للساينتفك نيم هي عبارة عن كاسيا اكيوتيفوليا الكزانديريان. في عندنا نوع ثاني اللي هو كاسيا انغوستيفوليا تينيفيلي، واثنين بينتموا لعائلة الليجومينيسة. فإذا السنة ليف تنتمي إلى عائلة البقولية الليجومينيسة. بالنسبة للكونستيتيوانت تحتوي على ألوي إيمودين وفيها راين وفيها سينوسايد. السينوسايد هو عبارة عن A B C D وفيها 6 هيدروكسي ميوسوزين جلايكوسايد، هذا نوع من أنواع الجلايكوسايد. فيها كامبيفيرول، فيها ايزوريمونتين، فيها ميوسيلج وكالسيوم اوكسيليت اند ريزين. بالنسبه للسنه بود اللي هي القرون السنه تحتوي من 1.2 الى 2.5% من السينوسايد في التينيفيلي، في النبته اللي تنتمي الى التينيفيلي سبيسيز، وفي عندنا من 2.5 ل 4.5 من السينوسايد بالالكزانديريان. فهاي الاختلاف ما بين النبتين من ناحيه كميه السينوسايد اللي موجوده ضمن البودز. بالنسبة للسنة ليف أوراق السنة في عندنا السينيدين are the glycon of the sinuside. For sinidine are non ABCD. السينوسايد هو عبارة عن جلايكوسايد، لما نعمل له هيدروليسيس بيتكسر إلى شوجر and السينيدين. السينيدين هو الأجلايكون من السينوسايد. سينوسايد A and B بالهيدروليسيس بيتكسر إلى السينيدين A والسينيدين B. طبعا هنا من ناحية الشكل active form، واحد ميزو واحد ديكسترو. اليوز الهن لاكزيتيف، وهي عندنا الشكل تبع سينوسايد A وسينوسايد B. هاي عندنا الالوي ايمودين وعندنا الراين. طبعا الشكل ممكن يجي بالامتحان شكل المركب.
أو اسمه ممكن. هلا بننتقل لنبتة أخرى اللي هي الكاسكارا بارك، اللي هي لحاء الكاسكارا. رامنوس بورشيانا رامنيسا، هاي الساينتفك نيم، رامنوس بورشيانا رامنيسا. كونستيتيونت كالعادة تحتوي على الكاسكاروسايد ABCD، هو عبارة عن جلايكوسايد، فيها بارابيليون، فيها كرايساليون، فيها ايمودين، ايمودين اوكزانترون، فيها كرايسوفانول. اليوز الها ايضا لاكزيتي. بالنسبة للفرانجولا بارك، لحاء الفرانجولا، رامنوس فرانجولا رامنيسا، زي الكاسكارا ولكن بيختلف بالسبيسيز. رامنوس فرانجولا رامنيسا. الكونستيتيونت فيو انثراكوينون ديريفيتيف such as رامنوسايد فرانجلوسايد، اللي هو عبارة عن فرانجولين. The fresh bark also contain anthranol, anthron, والبالاميدين C. هاي عندنا بالنسبة للفرانجولين وعندنا الفرانجولا ايمودين. الروبارب consists of the dried undergrow part، هو عبارة عن جزء بيكون جذور أو تكون داخل الأرض في عمق الأرض، مش عميق كثير ولكن زي الجزر خلينا نحكي. الساينتفك نيم إلها ريوم بالماتوم بوليغونيسا، ريوم بالماتوم بوليغونيسا. بالبريتش فارماكوبيا والإيروبيوم فارماكوبيا بيحكي إنه الروبر بيحتوي على راين بنسبة 2.2%. constituent the following type of anthraquinone، في أنواع من الأنثراكوينون. في عندنا أنثراكوينون without carboxyl group مثل الكريسوفانول، ألوي إيمودين والإيمودين. also their glycoside مثل كريسوفانين. في عندنا أنثراكوينون ما يحتوي على الكاربوكسيل جروب مثل الراين والجلايكوسايد اللي هو جلوكوروبين. بيحتوي أيضا على أنثرا، على الأنثرون أو داي أنثرون أوف كريسوفانول أور إيمودين. فيو هيتيرو داي أنثرون ديريفيتيف فروم تو ديفرنت أنثرون موليكيول. فإذا بشكل أساسي بيحتوي على أربع أنواع من الأنثراكوينون. نرجع لهم واحد واحد. أول واحد اللي هو الأنثراكوينون بدون الكاربوكسيل جروب، طبعا مع الأمثلة عليهم. في عندنا الأنثراكوينون مع الكاربوكسيل جروب، وعندنا الأنثرون والداي أنثرون، وفي عندنا الهيتيرو داي أنثرون. الهيتيرو داي أنثرون من اسمه فهو بيحتوي على two different أنثرون. إذا كان اسمه بلاميدين A فهذا بيحتوي على ألوي إيمودين أنثرون، وبيحتوي على الإيمودين أنثرون. البلاميدين بي من بيتكون من ألوي إيمودين أنثرون وكريسوفانول أنثرون. البلاميدين سي اللي مرق معنا قبل شوي from إيمودين and كريسوفانول أنثرون. طبعا فيه الأسترينجنت كومباوند أيضا من الكونستيتيونت مثل الجلايكوجالين، بريجاليك أسيد، إيبيكاتيكين جاليت and كاتيكين. هذول الاسترينجنت اللي هن التنين، يكونوا عبارة عن مواد تنينية. اليوز إله هو عبارة عن بيتر ستوماتيك in the treatment of diarrhea، في علاج الدياريا. بوريجيشن being followed by an astringent effect، زي استخدامات المواد التنينية فهو يستخدم في حالة البوريجيشن. The drug is suitable as an occasional aberrant but not for treatment of chronic constipation. هو في الحالات الطارئة ممكن نستخدم كعلاج الكونستيبيشن، ولكن في الحالات الكرونيك ما لا يستخدم كعلاج.